أهلا بيكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم. هندرس مع بعض إن شاء الله الدرس الثالث نشاط رقم 7 التواصل ونقل المعلومات على قناة مصر للتعليم الابتدائي. بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ممكن نضغط على لايك، وممكن كمان نعمل مشاركة لأصحابنا وأصدقائنا عشان الجميع يستفيد. طبعا فكر كعالم نشاط رقم 7 ابتكار شفرة. تعلمت كيف تتواصل الخنافس المضيئة من خلال ومضات الضوء. يبقى التواصل بين الخنافس المضيئة من خلال ومضات الضوء. ابتكر البشر شفرات خاصة باستخدام الصوت أو الضوء للتواصل فيما بينهم، زي مثلا شفرة موريس. ايه هي شفرة موريس؟ هي احدى طرق التواصل التي طورها سمويل موريس في القرن القرن 19. هي شفرة بسيطة تتكون من اصوات صفارات طويلة وقصيرة. يبقى عندي كده اهو الشفرة شفرة موريس تتكون من من اصوات صفارات طويلة وقصيرة. بيعبر عنها بكتابة مجموعات من الشرط والنقاط. يبقى أنا عندي عشان زي ما احنا شايفين شرط أهو ونقاط أهو. يبقى بيعبر عنها بكتابة مجموعات من الشرط والنقاط. بتمثل مجموعات الشرط والنقاط المختلفة حروفا مختلفة من الأبجدية. يعني وليكن مثلا الرمز ألف. الرمز ألف نقطة وشرطة، نقطة وشرطة. الرمز باء شرطة وتلات وتلات نقط، وهكذا. يمكن التعبير عنها وتهجي الكلمات باستخدام أنماط ضوئية اللي هي ومضات طويلة وقصيرة، أو أنماط صوتية اللي هي صفارات طويلة وقصيرة. يبقى إذن شفرة موريس دي هي إحدى طرق التواصل التي طورها صموئيل موريس في القرن الكام؟ القرن ال19. شفرة بسيطة بتتكون من أصوات صفارات طويلة وأصوات صفارات قصيرة. بيعبر عنها بكتابة مجموعات من الشرط والنقاط. بتمثل مجموعات الشرط والنقاط المختلفة حروفا مختلفة من الحروف الأبجدية اللي هي ألف باء تاء إلى آخره. يمكن التعبير عنها وتهجي الكلمات باستخدام أنماط ضوئية اللي هي ومضات طويلة وقصيرة، أو أنماط صوتية صفارات طويلة وقصيرة. التحليل والاستنتاج. خطوات التجربة. خطوات التجربة. اختر وسيلة لتكوين الشفرة، اما بالمصباح اليدوي اللي هو الضوء، او بالنقر على الطاولة اللي هو الصوت مع احد افراد اسرتك. يعني انا هجيب مثلا اي حد من اسرتي وهجيب مصباح يدوي، او انا عندي الطاولة اللي هي الترابيزة يعني، واعمل وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ابدأ بتكوين اشارات لكل حرف. يعني مثلا هنحط مثلا الحرف الاول مثلا بالنسبة للطاولة مثلا هنضرب مثلا خبطة واحدة. بالنسبة للمصباح اليدوي هنعمل ومضة واحدة تمام قصيرة. يبقى اذا ده حرف حرف الالف. وهنعمل يعني هنبدأ بتكوين اشارات لكل حرف زي ما قلت لكم دلوقتي من الحروف الابجدية. ثم سجل الاشارات التي ابتكرتها. يعني هنسجلها وهنتفق مع بعضينا بحيث ان احنا بعد كده لو عايز اقول اي سر اي حاجة هستخدم هذه الشفرات بحيث كحروف، وبعد كده هنعمل هنترجم هذه الحروف. استخدم شفرتك لارسال واستقبال رسالة لتجربة شفرتك مع احد افراد اسرتك. اذا كنت سترسل الرسالة اكتب الرسالة ثم استخدم شفرتك التي كونتها. يبقى هنكتب الرسالة وبعد كده هنستخدم الشفرة اللي احنا كوناها من الحروف ومن المصباح اليدوي والنقر على الطاولة. إذا كنت ستستقبل الرسالة انتظر على الجانب الآخر من الغرفة وانتظر استقبال الرسالة ثم ترجمها. قارن الرسالة المرسلة مع الرسالة المستقبلة لتتأكد إن الرسالة وصلت بشكل صحيح. التحليل والاستنتاج. يمكنك ابتكار شفرة جديدة عن طريق الأصوات أو الأضواء
ولكن قد ترسل الرسالة بشكل غير صحيح أو قد تفسرها بشكل غير صحيح. لذا تأكد من وضوح الشفرة لكل من المرسل وإيه والمستقبل. طيب، يجب تجنب أن تشمل الشفرة نفس طريقة التشفير لأكثر من حرف. يعني ما ينفعش أن أنا أعمل الشفرة بتاعتي بتاعت حرف الألف مثلا بتاع حرف النون. ليه؟ حتى لا يحدث سوء فهم لها. يعني أنا كل حرف ليه شفرة معينة. فكر في النشاط، هل وصلت الرسالة من المرسل إلى المتلقي بشكل صحيح؟ إذا كانت الإجابة بلا، فما سبب الخطأ؟ طيب، ما الحاسة التي اعتمدت عليها في استقبال شفرتك؟ حاسة إيه؟ ما الذي يمكنك فعله لتحسين شفرتك للاستخدام في المستقبل؟ السؤال التاني بيقول إيه؟ ما الذي يمكنك فعله لتحسين شفرتك للاستخدام في المستقبل؟ تبسيط الشفرات أو جعل الحروف مميزة أكثر؟ استخدام أداة أخرى غير التي استخدمناها؟ يعني ممكن أبسط الشفرات على قد ما أقدر، أو أستخدم أداة تاني غير الأداة اللي احنا استخدمناها اللي هو المصباح والطرق على المنضدة. ما الذي يمكنك فعله لتحسين شفرتك للاستخدام في المستقبل؟ تبسيط الشفرات أو جعل الحروف مميزة؟ استخدام أداة أخرى. اختبر نفسك، تستخدم بعض الحيتان الأغاني لكي نقط مع بعضها لكي طبعا هنا هو تتكاثر مع بعضها. طيب، عند سماع الأصوات ترسل الأذن إشارة إلى المخ. إشارة إليه المخ ليفسر معناها. يستخدم الإنسان أحيانا الشفرات لنقل بعض المعلومات البسيطة. وضح بعض هذه الشفرات. ممكن أنا أرفع إبهامي الأعلى يعني التعجب، ممكن أنزل إبهامي الأسفل يعني عدم تعجب، وشفرات أخرى كثيرة. ممكن كمان إشارات المرور، إشارات المرور الثلاثة دي برضو دي تعتبر تعتبر شفرات، تمام، إلى آخره. طبعا بكده ننتهي من شرح الدرس الثالث من المفهوم التواصل ونقل المعلومات علوم طبعا الصف الرابع الابتدائي على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي. بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.